بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو عن الأواني المنزلية وأطقم الحلل وأدوات المطبخ وأطقم الضيافة ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر. بس يا ريت كده بقى بنتفرج على الفيديو سوا مع بعض. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك ولايك، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشره، او الجرس اشعارات الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد. الجوله دي في تخفيضات العائله، الاسعار بتبتدي من 5 ريال. دي مفارش المتر منها ب5، في بقى المنظمات التركي دي برضو بتبتدي الاسعار من 5، في ب5 وب8 وب11، بس غالبية بقى المنظمات دي كلها هتلاقوها بمثلا ايه، ب5 ب9. هتلاقوا من البلاستيكات دي عندهم حاجات كتيرة جدا. ده تربو للمطبخ، ده سعره 22. في بقى الأطقم الشوك والمعالق والسكاكين دي، في منها الذهبي والفضي، الطقم ب29. في بقى المغرفة دي، في منها الذهبي والفضي ب11. في ب8 اللي هي الصغيرة. عندهم برضو تشكيلة من أدوات المطبخ كتيرة جدا. في بقى المطبقية الصغيرة دي للمعالق دي ب5. في بقى اللي هي المطبقيات دي، في ب28 وب36. دي ب36. نشوف بقى الصواني الفرن، دي صواني للكيك على 15. في بقى صواني البسبوسة والبيتزا، شوف كده ده بكام، ده ب14. الطبق ده ب17 برضو للفرن جرانيت. دي صينية الكب كيك، وفي الصواني اللي هي قالب الكيك دي. نشوف كده الكب كيك دي بكام، دي ب17. صراحة حلو قوي. دي صينية الكب كيك ب11. في بقى قالب الكيك ده على شكل نجمة على 5 ريال. نشوف بقى الصواني الجرانيت دي، دي صينية جرانيت مقاس 34 ب61. في كمان الصواني اللي هي نيوفلون، ده حجم تاني من الصينية. كل دي صواني الفرن، هتلاقوا صواني الفرن عندهم كتيرة جدا وتشكيلة جامدة قوي من الصواني الجرانيت والسيراميك والألمونيوم، كل أنواع صواني الفرن. دي ب49، دي مقاس 24. في بقى الصينية بالغطا دي، دي ب48. شايفين الصواني ما شاء الله تشكيلة كبيرة قوي. الألمونيوم عندهم برضو بالنسبة للصواني حلوة، صواني الفرن الخامة كويسة. نشوف بقى أطقم الحلل، ده طقم حلل جرانيت
ده سعره 289، الغطا بتاعه بايركس. تلات حلل ولبانة وطاسة و... اتنين طاسة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، تقريبا 9 قطع. في بقى الطقم ده جرانيت برضو، ب 289. ده طقم جرانيت 8 قطع ب 209. في برضو تشكيلة من أطقم الحلل ما شاء الله عندهم كتير. الطقم ده بمية كام؟ ب 196، ده 9 قطع برضو. في بقى طقم الحلل للجرانيت ده ب 244، في كذا لون منه، ده ب 299، ده 9 قطع برضو. نشوف بقى دي تمرية ب 35، في تشكيلة قوي من أطقم الضيافة بقى، التمريات وال دي بكام؟ دي ب 55، ودايما بقى بيعملوا عروض خاصة. دي ب 49، دي ب 25، في منها الذهبي والفضي. جميلة أوي اللي على شكل وردة دي، أشكال كتير بقى أهي. شكلها تحفة أوي. في بقى حاجات ب 38، ممكن مثلا لتقديم الحلقة أو كده. دي ب 38، ده طقم للضيافة، طبق لتقديم الحلى مع بكام؟ ب 119، يعني زي اطباق ستانلس كده. دي برضو صينية بالكوبايات بتاعتها، دي ب 66. دي بقى شيالة للفحم، في بقى ب 35 وب 28، اشكال بقى مختلفة منها برضو. هنا بقى مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، الاسعار فيها برضو بتبتدي من 5 ريال، في حاجات ب 5، ب 11، 28، في حاجات عليها عروض خاصة زي الفازلين ده كده، ده عليه عرض العبوة الكبيرة مع الصغيرة ب 5 ريال. في بقى حاجات البيبي دي، البودرة واللوال جونسون، حاجات ب 17 وب 18. في المجموعة دي على بعضها كده لعناية الطفل، شامبو مع جل الاستحمام، الحاجات دي برضو بتاعت غسول اليد دي ب 5، وفي ب 8. في حاجات عليها عروض خاصة، 3 عبوات. دي منظفات، ديتول بقى وانواع تانية،
بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة عن الأواني المنزلية وأطقم الحلل. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى حبيبي تعملوا اشتراك ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.